فتح مصر. سيدنا عمر عاوز يعرف مصر اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشكر فيها وربنا ذكرها في القران. وروني اي بلد ذكرت باسمها في كتاب الله. حد يقول لي ربنا ذكر السعوديه او الصومال او المغرب او الجزائر، اي بلد وروني ربنا ذكرها في كتابه بمصر. ساواها بمصر. واحد يذكر لي في القران بلد واحده ذكرت كامله كمصر. ده حتى ربنا ما ذكرش السعوديه وذكر مكه، ذكر يثرب، ما ذكرش مكه، لكن هل دي السعوديه كلها؟ ابدا. لكن جه عند مصر وذكر مصر كلها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. ودخوله مصر، شوف الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرم به البلد. سيدنا عمرو بن العاص ما عرفش، ما قدرش يوصف مصر، ما قدرش يوصف. قال له ساصفها لك عمليا يا امير المؤمنين. انا ما قدرش من الجمال اللي في مصر ومن سحر مصر. سيدنا عمرو بن العاص اللي كان يوصفها قال له اوصف النيل ولا اوصف الزروع ولا اوصف الشعب بتاعها ولا اوصف النساء، ما مش قادر اوصف مصر. ما فيش وصف يليق بمصر ولا اهل مصر ولا الخير اللي ربنا اودعه في مصر. لما ربنا جعل الخير كله هنا وجعل خزائن الارض في مصر. شوفوا النعمه، شوفوا البلد مصر مين اللي بناها. احنا بنتكلم على الغالب قدام. شوفوا بلدكم مين اللي بناها. شوفوا مصر مين اللي تعب وبنى مصر. مين اللي خلاها مصر؟ مين اللي سماها مصر؟ مين واحنا مش عارفين قيمة مصر؟ مش عارفين القيمة